اشتغل خياط بس تعليم تعليم انا اشتغل خياط تتريس كل شيء انا عارف. الحين تقريبا 6 سنة موجود انا بالكويت بس 6 سنة راح سفر وارجع مره ثانيه بعد 6 شهر ارجع بعد اشتغل خياط. والحين خياط ماكو فايده شو خياط يشتغل بس انت قاعد 16 سنه في فايده؟ ها لا قبل ماكو فايده الحين قبل ماكو فايده بس قاعد 16 سنه اي قاعد 16 سنة ايش قاعد شو نسوي وين راح شوف 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 يا اخوي يا حجي كيف حالك يا بك يا اجواء يا جنجر لهذا لهذا يا استاذ جبون شوف انا يجي مال بيت هنا بيع زين مال واحد بيت موجود قبل هذا بيع بعدين يجي هناك هنا علي هنا الحمد لله مال واحد بيت زين كل الناس مو زين صح ولا لا مال واحد بيت يعني مال كويتي زين الحمد لله 100 100 تاني نفرات كل شيء مو نفس اوكي تاني نفرات مو نفس يعني انت لا يفكر كل كويتي زين 100 نفرات كويتي واحد نفر يا يمكن 2 نفر زين كل 80 90 نفر مو زين انت لا يفكر يعني كل كويتي زين اوكي فاهم انا شنو اقول لك انت كويتي زين بنغلاديش باري تانغال ديستريك بيتون ঠিক মতে ভাই প্রতিদিন 4:30 সময় হয় তারটার সময় আবার মনে করি মন থাকায় কাজ করি কাজ করে আবার 12টার সময় ফিরি যাই আবার খাওয়া দাওয়া করি খানা টানা খাই আবার নামাজ পড়ি বেতন 40 টাকা বেতন ঠিক মতে দেয় কত তারিখে 5 তারিখে কত তারিখে 10 তারিখে বেতন নিয়ে ঘুরায় না ঠিকই দেয় 40 টাকা বেতন না আমি ছুটিতে যাবো আগামী মাসে আমার আকামা নতুন আকামা নাগলে যাবো বুঝুন না বাপ মা দেখবার যাবো দেখে আবার মনে করেন ছুটিতে আমি বেতন ভাই কম দেন না 40 টাকা ছুটিতে যাবো বুঝছেন ছুটিতে যাইয়া আমার মনে করেন আহার নাগবো বাংলাদেশ যাই ভাই কী করবো বুঝেন না বাড়িতে তেমন তো ইনে অবস্থা মনে করেন এটুকু না বাইরের এলাকা ভাড়া করতেছে না আমি তো আইছি বুঝেন না যা পাই আন খালি বাড়িতেই ভাড়াই كحال ملايين الآسيويين أتى محمد إلى الكويت ليحسن من مستوى معيشته فهو يعيش اليوم في بيئة صحية ونظيفة دون أن يدفع شيئاً مقابل المأكل والمسكن أو حتى الرعاية الصحية لذا فإن 47 ديناراً التي يكسبها شهرياً تعد دخلاً صافياً غير خاضع للضريبة وبإمكانه تحويل المبلغ كاملاً إلى أهله في بنغلاديش هذا هو واقعه وواقع الكثير من الوافدين في الكويت وهذا هو واقعهم في وطنهم إن من يتمكن من إيجاد عمل يقتات منه في هذه الأوضاع الصعبة يعمل لساعات طويلة وقد لا يحصل على أكثر من دينار واحد فقط في اليوم ومن هذا المدخول البسيط عليه أن يقتطع مصاريفه اليومية من مأكل ومواصلات مع الأخذ بعين الاعتبار أنه قد لا يتمكن من العمل أكثر من أيام معدودة في الشهر الواحد وفي حال المرض فإنه قد لا يجد رعاية صحية And you have to distinguish between different reports. There are reports that come through United Nations and there are reports that come through governments like you know the US Department of State human trafficking report or human rights report or freedom of religion report and others okay these are reports coming through government so should be taken as government instruments that deal with US interest in dealing with the international affairs that's understandable and then you have reports coming from
international non-governmental organizations like Amnesty International, Human Rights Watch, International Commission of Jurists, the International Federation of Human Rights, and so on and so forth. So these are different set of reports. So we can't really go immediately and say the reports, because what I've noticed that we concentrate more on the US reports rather than other, and this is for political reasons, because we have an alliance with the US, since US helped in liberating Kuwait from the Iraqi occupation in 1991, and because of that we are sensitive to whatever come from the US, which is wrong. We have really to deal with it if we are correct, and then we have to deal with it as such. شوف احنا بالكويت دولة فيها ارقام فيها حرية. كل المنظمات الدولية لما تكتب على الكويت تكتب نتيجة اللي نشر بالصحف، وهذا اما عن طريق الخدم او في المسائل الاقتصادية او في المسائل السياسية. فتلقى لما يتكلمون بالكويت غير دول العربية الاخرى، لأن فيها شفافية وفيها حرية، فلهذا التقارير الدولية تعكس كثير عن اللي يصير بالكويت، لأن فيها حرية. فإحنا لما نكتب كل شيء على الخدم بالكويت كصحافة كتلفزيون خاص، معناته ما في شيء مخفي، السلبيات كلها موجودة، وإحنا كدولة نبي نعرف سلبياتنا عشان نعالجها، والتقارير اللي تصدر من هناك من المؤسسة العالمية تدرس ب ب ب ب ب يعني من مؤسسات حكومية ومؤسسات القطاع الخاص عشان تنافي هالسلبيات. فلهذا احنا اكثر تركيز علينا لان اكثر حرية. الامير البلد امير الكويت امس في مقابلة معه قال احنا مشاكل الكويت قد مشاكل دول عربية متجمعة، مو لان عندنا مشاكل، لان عندنا حرية وعندنا شفافية، فلهذا تطلع فيه. If you want to see the reports about Amnesty International about the United States, it's much much harsher than dealing with Kuwait. يهاجر إلى الكويت عشرات الآلاف من الوافدين سنوياً، ويأتون من أكثر من 160 دولة حول العالم، فبعضهم يبحث عن عمل لدى أصحاب المنازل، بينما يبحث بعضهم الآخر عن عمل في الشركات الخاصة، وأيضاً منهم من يأتي لإنشاء أعماله الخاصة، خصوصاً وأنهم ينجذبون إلى النظام الكويتي الذي لا يفرض عليهم أي ضرائب أو عوائق لما يكسبونه من أموال أو ما يحولونه إلى دولهم، كما أنهم يستمتعون بالخدمات الاستهلاكية والأسواق التجارية المدعومة من الحكومة الكويتية، والتي توفر عليهم الكثير من المال شهرياً. اسمك رضا حسين، اشتغل نجارة، صار بالكويت 22 سنة من 88 يجي. الحمد لله لما يجي زين، ما تعرف كلم وايد وماش قليل، يعني يقول 120 دينار ماش، بس الحين 22 سنة اشتغل وطاب وكله. الحين ان شاء الله مدير مال منجرة، احنا في منجرة الحين قاعد اشتغل، والحمد لله رزق زين وهني زين وشاب كويتين زين، ما عندي يعني مشكلة. ما كان عندي صالون بلبنان، جيت الكويت اعتبرتها فرصة، صارت لي فرصة وجيت الكويت. طبعا لحياة أفضل، لمستقبل أفضل، لأقدر أسس مستقبل، لأنه وطني نوعا ما الشغل فيه مش كتير على المستوى اللي بيخليك تأسس وطن. وصلنا على الكويت ما بعرف عنها شيء، بلشنا برضو من الصفر بالكويت. طبعا لما ببلش من الصفر اكيد بدا يكون في عندك نوع من المشاكل اللي هي بدومين شغلك، يلي انت بعدك ما عم تطلع المبلغ المطلوب، بس صبرنا لاسسنا لوصلنا لمرحله جدا جدا متقدمه. الحمد لله عندنا 5 معلمين عندي بالمحل، كنا 2 اول ما بلشنا، هلا صرنا 5 والشغل ممتاز ممتاز. الفرق بين هون ولبنان يمكن شغلات كثيره، منها ما في ضرائب، منا في دعم للكهرباء، في دعم للمي. ببلدي اذا بدي افتح صالون الكهرباء الفاتوره جدا مرتفعه، التليفون جدا مرتفع، المي جدا فاتورته كمان مرتفعه. هدول كلهم هون نوعا ما الدوله دعمتهم،
فما رح يكون عم بدفع تكلفة كبيرة عليهم. طبعا في تكلفة بس تكلفة رمزية نوعا ما بالنسبة لبلدي. يعني أنا جيت قبل غزو مارس 60 دينار، صار 7 شهر صار غزو، بعدين أنا وقف 3 شهر 2 شهر داخل الكويت، صار لي صدام موجود. بعدين أنا في حمل شحنات، حملات سير فايدة يومية يعني 100 دينار طلعنا. الحمد لله في جمع فلوس، اقدر ذهب فيديو هذا في واجد اشتري. بعدين انا رو سربيا جمع فلوس، بعد 3 سنة انا ارجع مرة ثانية كويت، اشتغل قطع غيار يمكن 6 شهر اشتغل، بعدين انا اشتري محل. يعني واحد سيكي هو اعطي فلوس، انا صار شاطر عشان هو يقول انا اعطي محل مالينتي نص نص، صار نص نص. الحين انا في عندي 4 محل، في قطع غيار، في ميزان، في بطاريات، وفي محل كهرباء. الحمد لله في فايده يعني. لا ولا احنا اجر اجر ايجار، اخذ ايجار من كويتي واشتغل، هو نفس القبيله بس هات ايجار. بس زينه يعني الحمد لله، طيب زينه واخلاق معه زينه وطيب مع ناس هاد وايد. حتى بعض مرات انا يجي هنا الكويت ما عندي سياره، قال رضا تعال شوف في سياره عندك ولا ما في، والله ما في، والله وديت وياك واشتريت لك سياره وانا ادفع شوي شوي. انا حتى ببلدي في ناس سيئه وفي ناس كويسه، ونحن حلاق يعني بتفوت لعندك ال السيء والمنيح، الكبير والصغير، الفقير والغني، كل الطبقات بتفوت لعندك، فبتصادفك مشاكل طبيعي. واحد ما عجبته القصة، إذا هو تربيته المنزلية منا مزبوطة راح يتصرف معك بطريقة مش مزبوطة، بس نوعا ما هيدي وين ما كان بتصير، يعني بكل العالم ببلدي بتصير. بس ما صادفتني مشاكل تعتبر إنه هيدي خارجة عن المألوف، مشاكل طبيعية بتصير معك مع بأي بلد بأي وين ما كان بتصير معك. إيه في قانون، في قانون. للحين اثنين شهر اشتغل وما يعطي معاش، رشتك يقول هذا الشركة ما يعطيني معاش. في قانون لازم، لو انت سنة قاعد روح اشتكي يقول سنة ما يعطي معاش مو معقولة، لأن في قانون لو واحد ما يدفع معاش روح اشتكي، في قانون داخل الكويت. The expatriates are more than the nationalities in Kuwait. If they are not well treated, do you think you know they will come again and again? The expatriates, number of expatriates are increasing. I think there is I mean, if you want to go to the expats, you have to divide them into also categories. There are people who are middle income, high income, and people who are, I think, I don't know whether it's the majority or not, but good number of the expats are low income, and those people are the lower strata of the society. 1970, I come from Bombay to Kuwait in the ship, 10 days. I reach Kuwait 25 Christmas day, and I come to see the my boss house. Then I see one baby there, my madam and baba with me. Then she bring 71 sabacha. She bring other baby. September 88, that time I'm in the Bombay. He say bring the last thing the Nora. Here I am working as an office boy.
that means office assistant. My salary is 75 kd. I'm getting 75 kd salary. If I do the same job in India, I will get 3000 rupees. The difference between what we are getting in India in Kuwait. If I get in India, if I work in India for this kind of job, I will get 18 kd for exchange value. So I am getting here 75 kd. It comes around 13,000 for in Indian rupees. So it is more income. Bas shuv shuv wahasana nawalati arbin dinar. Bad wahasana bad ati 50 dinar. Bad wahasana bad ati 60 dinar. Sana bad fogati 20 dinar. 10 10 dinar mo 20 10 dinar. يعني مالش زين 5 دينار دي دينه 10 دينار ده فيديو سامي جھوٹ بولن ضرورت اے شوف شوف يا اخوي بس مال واحد بيت انا اقول لك يعني انت لايف فكر كله كويتي اتك زين واحد كويتي اتك 5 دينار واحد سنه بعد يمكن 2 سنه بعد عايش كله كويتي مو نفس سم بيبل تيل لايك ذس سم بيبل نوت تيل لايك ذس بيكوز يو كم تو سي يو ار ريسبونسبل فور اس كويتي ريسبونسبل فور اس وي ويت made with nice quality, quality will be nice with us. We'll go wrong side, they will also go wrong side. أنا أعتقد النموذج الأمثل لمعالجة هذه المشكلة إنه يصدر تشريع أو قانون خاص لخدم المنازل. الآن قانونياً القانون ما في قانون خاص لهم. Embassy say why you come like this without agreement? If agreement, embassy take the responsible. If no agreement, embassy shouting for these people. Why you pay money too much and come here? The people, some people give my agency money, agency. 20,000, 15,000, 16,000, like this, without agreement. That people coming without agreement from agency. Then they tell this house for I will keep in the matam or a hotel, nurse house, like this. But they're not keeping the same house. Housemate, cooking, cleaning, everything must make there. This agreement, how? Cooking, cooking. Housemate, housemate. Take rest, this hour. Giving holiday, giving clothes, giving cold clothes, everything they give. This agreement better. This they pay money and come, this is wrong. Not nice for this our people. بينما يقضي رب العمل حوالي 8 ساعات يوميا خارج المنزل، يكون الخادم لوحده في المنزل ولديه كامل التصرف بأعز ما يملك. فهل رب العمل فعلاً في مركز أقوى من الخادم؟ There is no legal instrument that covers this part of functioning inside houses. So if there is a complaint, you will go into the civil law rather than dealing with a specific issue where you have a person inside. نعتقد احنا كصحافة او ككويتيين ما في شك ان هناك ممارسات غير لائقة تصير في البيوت مثل اي محل اخر فيهم، في اشياء سلبية وفي اشياء ايجابية كثير حسب تقاريرنا، وهذا التقرير نشرناه اليوم اللي هو اليوم 26/1 فيها ان 91% من الخدم راضين عن المعاملة، رواتبهم تستلم في وقتها. أنا بس بقول لك معلومة أنه سنوياً تتحول من الكويت 1,700,000 دولار رواتب خدم يروحون إلى الدول الآسيوية، وتشكل هذا المبالغ جزء أساسي من الاقتصاد الآسيوي في بعض الدول خصوصاً بنغلاديش أو الفلبين أو إلى حد ما الهند. فهالعمالة مهمة من ناحية اقتصادية، وهذا يعني مبلغ كبير في المعيار الاقتصادي خصوصا
في الأزمة الاقتصادية. فإحنا نسلط الضوء على 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 بعض المعامل. الشيء في الموضوع إنه بالكويت عندنا تقريبا 40 جنسية يوظفون الخدم، كويتيين، عرب، إنجليز إلى كذا. يعني اللي إحنا شفناه إنه المشكلة الكبيرة إنه الخدم يشتغلون ساعات عمل أكبر، هذا اللي إحنا لاحظنا، والمفروض إنه يتقلل النسبة. شفنا إن الجنسيات الغير خليجية غير كويتية اللي هي عربية تعامل الخدم أكثر قسوة قليل من الكويتيين أو من الخليجيين. When I said there is a structural problem, we have the demography, the demographic side. The demographic side, we have 30% versus 70%. Then you are bound to have a problem. Then when you go into the second tier, you have about 500,000 domestic servants. This is unhealthy. This is unheard of in other places. The Kuwaiti citizens maybe 1 million plus, and then you have domestic servants about half million. If we take all the components of the society, like you know the parliament, the NGOs, the civil society, and the press, pushing all, I think very few would say differently. They would push the government more than the international community. يعني من المعروف إنه في الكويت في حرية، في دستور، في مجلس أمة، وهذا الشيء يعني موثق. وآخر تقرير لمنظمة الصحافة العالمية طلع ترتيب الكويت رقم واحد في الحرية، وأنا كرئيس تحرير جريدة ما عندي رقابة، ما علي رقابة من أي سلطة موجودة فيه إلا في احترام خصوصية الأديان، وأي خلاف بيننا وبين الحكومة الروح القضاء هو اللي يفصل فينا. فإحنا عندنا حرية كاملة في إبداء أو الكلام عن أي موضوع فيه. We have at least two parliamentary committees, one for human rights and one for complaints, which deals with mainly Kuwaiti's cases, and for non-Kuwaitis they go for the human rights committee. We have human rights association, which is an NGO. We have a free press that can at least minimize the degree of the excessive human rights violations that can continue. أنا أتكلم عن صحيفتي، إحنا نتكلم عن معاناة في بعض أنواع من الخدم يجونا وننشر شكاويهم، خصوصا إذا كان فيهم ضرر جسدي نصورهم، وهذا كثير صارت. عقب ما نشر التحقيق بنفس اليوم يعني صباحا يصير اتصال من وزارة الداخلية، تصير وزارة الشؤون يطلبون العنوان، يطلبون التحقيق يعني احنا نشرنا كثير تحق عن سوء معاملة الخدم في عند بعض العائلات، وكان في مجال ترحيب من المؤسسات الأجنبية، ترحيب من الحكومي مما يتعلق بوزارة الشؤون ووزارة هذا. يمكن بعض الكويتيين عندهم وجهة نظر يقولون ليش تنشرون غسيلنا، واحنا اعتقد هدفنا كصحافة يتجاوز هالشيء، هدفنا كصحافة أن نسلط الضوء على المظلومين في هذا البلد. يسكن الخادم في منزل رب العمل كفرد إضافي في أسرته، ويحصل بذلك على المسكن والملبس والرعاية الصحية مجانا. إن راتب الخادم غير خاضع لأي ضريبة، وعادة ما يتم تحويله بالكامل إلى خارج الكويت. لقد استمرت هذه العلاقة لأكثر من 4 عقود بين مجتمع يحتاج أفراد